يمر الوقت ويتضح حجم الكارثة التي ألمت بليبيا من جراء العاصفة دانيال بعد أن ضربت مناطق الشرق وتركتها مغمورة بمياه الفيضانات مدمرة كل شيء في طريقها. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توقع أن ترتفع حصيلة القتلى في ظل حديث عن 10,000 مفقود على الأقل، فيما أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن عدد الضحايا بلغ أكثر من 5,000 قتيل، وأن فرق الإنقاذ تواصل انتشال مئات الجثث من مدينة درنا المنكوبة. فأي كارثة حلت بالليبيين؟ وكيف هو الوضع حاليا بمناطق الشرق المنكوبة؟ نتابع مباشرة في غرفة الأخبار أسعد باستضافة المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، هو معنا مباشرة من بنغازي. سيادة اللواء، شكرا لك على تلبية دعوة غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. فيضانات ليبيا كارثة فاقت كل التوقعات، ماذا نعلم بداية الآن عن حجم الكارثة؟ هل اتضحت الصورة النهائية لحجم الأضرار وأعداد الضحايا حتى الآن؟ أولا السلام عليكم، أحييكم وأحيي كل الأخوة المشاهدين. نعم، كارثة، وهي كارثة وطنية قومية، مأساة لم يعرفها تاريخ ليبيا في السابق ولا تاريخ المنطقة بالكامل. الآن أبلغت قبل دخول هذا الاستوديو بانتشال عشرات الجثث من شمال مدينة البيضاء ومن على ساحل مدينة قصر ليبيا، كانت من ضمن الأرقام المفقودة. لازال لدينا في هذه المناطق العشرات أو المئات من المفقودين، وعائلات بالكامل، رعاة، عمالة أجنبية. هذه المنطقة تبعد عن درنا حوالي 100 كيلومتر، والمنطقة كذلك توجد بها نفس تضاريس درنا، أودية واعرة، وتوجد بها تضاريس صعبة جدا. بالنسبة لدرنا، حقيقة قلب درنا انتزع من مكانه ورمي في البحر وتوقف عن النبض تماما. حوالي ممكن 35-40% من المدينة الآن تم جرفه من قبل السيول، والآن يتم التقاط جثث من البحر ومن بقايا المنازل المنهارة. كارثة بكل ما تعني الكلمة، مأساة بكل ما تعني الكلمة. حقيقة الوضع مأساوي، لا نستطيع التعبير عن إلا بهذه الجمل. نعم، لكن عن أعداد القتلى هل لديكم أي أرقام جديدة سيادة اللواء؟ أخي، الإحصائيات متغيرة بشكل سريع وبشكل مذهل وبشكل مرعب. كل ساعة تسمع أرقام، وكل ساعة تمر تجد قائمة أخرى. آلاف المفقودين الآن نعتقد سيكونوا في إعداد الأموات نظرا لغزارة المياه والسيول الغزيرة والرياح التي هبت الأيام الماضية. الآن نتحدث، الليلة البارحة كنا نتحدث على 2000، الآن نتحدث على أكثر من 5000، 3000 من مدينة درنا فقط، 5000 مدينة درنا فقط، من غير مدينة البيضاء ومن غير المدن الأخرى. مئات المفقودين الآن، رقم مفزع. ننتظر النتائج النهائية التي ستظهر بعد أيام، وخاصة اليوم تحسنت الظروف الجوية واستخدمنا الطيارات العمودية، وكذلك وصلت إلينا حقيقة إسناد ودعم من دول الجوار، والدعم الكبير جدا اللي نحييهم ونبارك. هذا التواجد هو تواجد المنطقة الغربية بكامل مدنها وقراها وقبائلها بشكل رسمي وبشكل غير رسمي. وصلت آلاف السيارات التي تحمل الإغاثة وتحمل المختصين وتحمل الإمدادات والمعدات اللازمة للبحث والإنقاذ. كذلك أحيي جمهورية مصر العربية التي بعثت حقيقة رئيس أركان الجيش المصري لتدارس الموقف عن قرب. كذلك أحيي دولة الإمارات، الأردن الشقيق، حتى تركيا الآن ساهمت بقوة في المشهودات. الآن إيطاليا بعثت باخرة الآن في الطريق، مستشفى مترقل. فرنسا بعثت الآن مستشفى. حقيقة هذه كارثة كبيرة جدا، التف حولنا العالم، هو عزائنا في هذه الكارثة، هو الالتفاف الذي حصل الآن من المجتمع الدولي ومن الدول العربية الشقيقة وحتى من الليبيين. الآن التفوا على بعضهم واقتربوا من بعضهم، والآن يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المؤن وتقديم المساعدات الإنسانية.
نعم. طيب سيادة اللواء، زملائي فقط في غرفة أخبار سكاي نيوز عربية يريدون أن يأخذوا خبرا متعلقا بالأرقام بالتحديد، لأنه حضرتك ذكرت رقما خاصا بدرنا وحدها، قلت عدد القتلى في العموم هو أكثر من 5000، في درنا وحدها لدينا 3000. نعم. أرجو منك يعني لو سمحت أن تعطينا المزيد من الأرقام. نحن اليوم انتظرنا حقيقة، كنا نتوقع في مؤتمر لغرفة الطوارئ لإعطائنا الإحصائيات، ولكن لم يظهروا اليوم في المؤتمر. ولكن الليلة البارحة كان حوالي 2080 على ما أذكر. نعم. لكن اليوم أنا سمعت أن العدد يصل إلى 3000، وصل إلى 3000 وتقريبا 500 العدد، وهناك من يقول عدد أكثر من ذلك يصل إلى 5000 في درنا فقط. مدينة البيضاء اليوم ليلة البارحة تم قفل السجل على 47 ضحية، اليوم زاد عدد الضحايا إلى أكثر، قد يصل إلى 80، ما بين 80 إلى 100 شخص من الرجال والنساء والأطفال والمقيمين الأجانب والأشقاء العرب، مثلا من مصر، من السودان، من فلسطين، من سوريا. حقيقة هذه ولكن مع وصول هذه الفرق صحيح حصر الأرقام يبدو مهمة صعبة الآن، ولكن تقديريا الآن جرى الحديث على أن هناك أكثر من 10000 شخص مفقود في مناطق الجبل الأخضر، يعني من درنا والبيضة وغيرها من المناطق في تلك المنطقة التي ضربتها الفيضانات. صحيح عمليات الإغاثة الآن. نعم. قد يكون 10000، قد يكون هو تفضل 10000 قد يكون هو رقم تخميني صحيح وقريب من الواقع، لكن نتحدث عن شيء آخر، أن في درنا فقط في إحدى الجهات من الوادي تم فقد 37 عمارة بكامل سكانها وبكامل مكوناتها، هذا بالكامل انتهت. هناك الآن أكثر من 3000 عائلة في مدينة البيضاء الآن بدون مأوى من مدينة البيضاء. هناك عائلات في مناطق المجاورة الآن، لدينا قرية، تخيل لدينا قرية صغيرة ليست قرية، هي تجمع سكني اسمها الوردية غرب مدينة البيضاء بحوالي 30 كيلو، حوالي 7 أو 8 منازل. هل تعلم في هذه النقطة الآن لدينا 29 مفقود في هذه النقطة، 29 مفقود جرفهم السيف. هي كارثة كبيرة جدا يعني. نعم. ولم يتم العثور عليهم حتى الآن. حقيقة مأساة كبيرة جدا، وكارثة ربي يقدرنا على تحملها وعلى الصبر عليها. نعم، نتمنى ذلك. سيادة اللواء، ذكرتم نقطة لافتة جدا، طبعا هو المساعدة من غرب ليبيا، وهي نقطة لافتة كذلك. أنتم رحبتم بهذه المساعدة من طرابلس، هناك طائرة كما أعلن رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الدبيبة عبد الحميد الدبيبة، قال إنها تحمل أطقم طبية ومساعدات كذلك. كيف تنظرون إلى هذه النقطة؟ هل يمكن أن يعني هناك تجاوز للانقسام بين الشرق الليبي والغرب الليبي أيضا أمام هذه الفاجعة؟ أولا الانقسام بين الشرق والغرب هو انقسام السياسيين فقط وليس انقسام الشعب الليبي، الشعب الليبي واحد في الشرق والغرب. وثانيا الآن نتحدث على آلاف السيارات والمعدات التي وصلت من الغرب إلى الشرق، حتى أن الطريق من طرابلس إلى درنا إلى جبل الأخضر حوالي 1200 كيلومتر، تعتبر ازدحام شديد جدا. نحن وهذا المأساة فوق كل الاعتبارات، سواء اعتبارات سياسية أو غير سياسية، واللي يستغل هذا الحدث لغرض سياسي وغرض دعاية فهو جاهل بالموقف الاجتماعي والسياسي والإنساني. هذا هذا الحدث فوق كل الاعتبارات. الآن ليبيا فقط. درنا المنطقة اللي ضربت داخل درنا أغلب سكانها من المنطقة الغربية، أغلب سكانها وصولهم من المنطقة الغربية. اجتمعت الدماء الآن واجتمعوا الضحايا الآن هم شعب واحد. في منطقة الجبل الأخضر. نعم، وهم في النهاية شعب واحد. هناك مسألة مهمة جدا. نحن شعب واحد. وقلب واحد وجرح واحد وألم واحد. أكيد. طيب سيادة اللواء، الآن فيما يتعلق بهؤلاء الضحايا، يعني ماذا كذلك عن النازحين؟ كان هناك حديث عن أعداد كبيرة من السكان هربوا بعد هذه الفيضانات المميتة، كيف يتم التكفل بالذين فقدوا منازلهم خاصة من درنا، وأين يتواجدون؟ الآن بالنسبة للقيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية فتحت جميع الفنادق
في مدينة بنغازي والبيضة والمرج وكل وطبرق في كل المناطق، جميع المنتجعات السياحية تم فتحا وتم استقبال الناس، تم إنشاء مراكز إيواء في المدارس وفي المكاتب في الأماكن اللي تصلح إلى ذلك. ولكن الأمر الآن قليل، اليوم قد يكون يتحسن قليلا بعد تحسن الظروف الجوية. العائق الحقيقي الآن أمامنا وأمام حتى فرق البحث التي جاءت من خارج المنطقة هو خطوط المواصلات. نعم. جميع الطرق المودية إلى مناطق الجبل الأخضر الآن مقطوعة. طيب بالكامل. هذه يعني نقطة مهمة سيادة اللواء. الآن أنتم الآن على الهواء مباشرة، ما الرسالة التي توجهونها عبر سكاي نيوز عربية؟ ما هي أهم احتياجاتكم الآن في هذه المرحلة للتكفل بضحايا الزلزال؟ ضحايا الفيضانة تعتذر. أولا نحتاج أولا فقط الله من الزلزال، وهذه شر أقوى من الزلزال الذي حدث لدينا. نعم. زلزال لكن فوق الأرض اجتمعت المصائب والكوارث. نحتاج الآن حقيقة، نعم والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحتاج بشكل سريع بشكل كذا إلى إعادة تفعيل مع العبارات على الطرق الرئيسية، الجسور التي هدمت ولو بجسور متحركة لخلق محاور وخروج للمدن وإصلاح المواصلات. ثانيا بشكل سريع الآن ممكن استخدام البواخر والزوارق من بنغازي أو طبرق إلى مدينة درنة ومدينة سوسة إلى مدينة الحمامة، إلى هذه المناطق ممكن استخدام البحر. ثانيا نحتاج إلى طيران العمود، وهذا اليوم بدأ يشتغل اليوم الحمد لله نظرا لتحسن الظروف الجوية. بدأت اليوم الطائرات العمودية تقوم بعملية الدعم والإسناد والتصوير الجوي وغيرها من هذه الأمور. نحتاج إلى وقفة جادة إنسانية، أي خدمات إنسانية. الآن لدينا آلاف الأسر الآن بدون ماوى، لدينا آلاف الأفراد أو عشرات الآلاف من الأفراد الآن يحتاجون إلى خدمات إنسانية من المعيشية وكذا. حتى الآن طرابلس بدأت تبعث الأموال، بدأت تصل إلى المناطق المنكوبة، ولكن لتسريع الأعمال يتم إحضار أشياء جاهزة أفضل بكثير من التحضير أو التنسيق. نحن في القيادة العامة نعلن عبر قناتكم أننا جاهزين لتنسيق أي جهود ولتوصيل أي فرق إنقاذ ولتأمينها في على مستوى المنطقة بالكامل. الآن نحن حقيقة لدينا رقم حوالي أكثر من 80 ضابط وجندي الآن ضحايا البحث والإنقاذ، فقدناهم في هذه العمليات، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. الأمر جلل على الليبيين الآن، توحيد الصف. نعم. توحيد الصف ونبذ كل الخلافات ووضع خلفهم واللي في عقله شيء يخليه ما بعد هذه الكارثة لتخفيف الآثار السيئة والنفسية لهذه الحادثة. شكرا جزيلا لكم من بنغازي، المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.